ايه ده؟ في ايه؟ انت فتحت الدرج ده؟ درج ايه؟ انا ما دخلتش الفيلا من ساعة الحادثة ما حصلت. تحليل مش موجود، انا حاطه بايدي. يمكن حطيتيه في مكان تاني. مستحيل، انا شايلاه هنا مع الاوراق المهمه بتاعت الشركه علشان ما تشوفوش، وخفت اشيله عند ماما علشان كمان ما يقعش في ايدها. طيب حبيبتي، وفي الحاله دي بقى المفروض نعمل ايه؟ اكيد في حد سرق. اللي هو مين ان شاء الله؟ هيكون من غيرها يعني. الله، عامل ايه؟ جبت اخري. يعني ايه مش لاقيين حد دلوقتي؟ جن اختفى؟ بقول لك ايه؟ انا متاكد انه ما خرجش من مصر. دور عليه في بني سويف. ما اعرفش في اني داهيه. انا عارف انه من بني سويف. خلاص؟ ازيك يا عم؟ فين فلوس بنتي ومراتي؟ طب اتفضل حضرتك اقعد. فلوس ايه؟ الفلوس اللي خدتها منهم وقلت لهم انها اتسرقت منك. اوعى تكون فاهم ان مفيش معاهم راجل ياخد حقهم منك، ها؟ حقهم في رقبتي يا عمي. هرجعهم. حتى لو ما لقيتش الكلب اللي نصب عليا. ما تحاولش تضحك عليا زي ما ضحكت عليهم. تقصد ايه؟ انت ما حدش نصب عليك. انت اللي نصبت عليهم هما الاثنين. حقك. حقك تقول اكتر من كده. انا اللي غلطان اني وثقت في واحد زي ده. كنت فاكره صاحبي. الكلام ده ما يمشيش معايا، ها؟ صاحبك عدوك دي مشكلتك انت. عارف انها مشكلتي. عشان كده قلت لك هرجع لهم الفلوس. شهر بالظبط وترجع الفلوس. شهر ويوم هبلغ عنك. تبلغ عني؟ ده انا جوز بنتك. ما دي لعبتك من الاول. تتجوز بنتي وبعدين تعمل اللي انت عايزه وفاكر ان احنا مش هنبلغ عليك. انا بقى ما تفرقش معايا الحكايه دي خالص. دي فرصه ان بنتي تعرفك على حقيقتك، وهي بنفسها اللي هتطلب منك الطلاق. اوعى تكون فاهم يعني عشان هي حامل منك هتعيش معاك غصب عنها. لا، فوق. خلاص، هي عرفتك على حقيقتك. بتبلع عليها. انت ليه مش مصدقني انها استغلت وجودي في المستشفى ودخلت البيت من ورايا وخدت نتيجه التحليل قبل ما انت تلاقيها وتعرف الحقيقه؟ انا شايف انك تطلعي فوق وتريحي اعصابك شويه. يا يحيى، انا كويسه مش تعبانه. ايه اللي هيجيب فرح هنا في عدم وجودك ويخليها تسرق التقرير؟ وانت شعرفك انها ما دخلتش البيت؟ ما هي جايز دخلت البيت من وراك. طب وبدوي كريمه؟ مش عارفه اسالهم بقى. طب ممكن تهدي لحد ما اتاكد بنفسي؟ مش فاهمة انت هادي كده ازاي بعد كل اللي قلتهولك؟ لأني مش مصدقك. اللي انت بتقوليه ده لو طلع حقيقة أنا بالنسبة لي هتبقى كارثة. عشان كده نفسك ما تصدقنيش، ونفسك اللي بقوله ما يبقاش الحقيقة.